عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في موقع حمو صدتكم، مرحبا بكل عشاق ورواد الويب العربي، ومرحبا بالأخص بكل من يحب التسوق من الانترنت. في هذا الفيديو سوف نشرح طريقة شراء أو تسوق ساعة ذكية أو سمارت واتش من الانترنت أو بالضبط من موقع علي اكسبرس، وشحنها إلى غاية العنوان الخاص بنا بالمجان، جوية، بطاقة فيزا أو ماستر كارد أو عموما بطاقة تدعم الانترنت لكل من يعتاد الدفع بالباي بال. للأسف لا يمكنك الدفع بالباي بال في موقع الإكسبرس. سوف نحتاج أيضا إلى عضوية أو حساب على موقع الإكسبرس، وهذا أمر بسيط جدا لا يأخذ إلا بضع دقائق. ندخل على أي متصفح انترنت أو أي محرك بحث وندخل على أو نكتب على express.com، نقوم بتسجيل الدخول ونستخدم هذا المحرك لكي نبحث عن البضاعة التي نرغب بشرائها، وهي سمارت براسلت أو الساعة الذكية. هنا تجدون مجموعة من المنتجات أو مجموعة من العروض التي لها علاقة بالساعة الذكية. للتحكم بما يعرض هنا تنقرون على فري شيبينج لعرض فقط الساعات التي الباعة الخاص بها يوفرون الشحن المجاني، وتوب ريتد أي ذات التقييم العالي، سوف تظهر لنا فقط الساعات ذات التقييم العالي، وهذا أمر جيد جدا لأنه يغنينا عن البحث عن الباعة ذو أصحاب المصداقية العالية والنصابين تخلص منهم. نبحث عن الساعة التي نرغب بشرائها. نفترض على أننا قمنا بتحديد الساعة التي نرغب بشرائها وهذا هو شكلها. قمت بشراء الساعة لما كان هناك تخفيض وهو تقريبا على ما أظن $31. في هذه الأثناء لقد ارتفع ثمنها إلى $49.90. للبحث أو صح هنا نقوم بتحديد اللون الذي نرغب بشرائه. فكما شاهدتم الساعة في العديد من الألوان والعديد من الأنواع، نختار اللون الأزرق، وهنا يكتب لنا أو يظهر لنا الثمن الإجمالي. لتحديد وسيلة الشحن أو طريقة الشحن، لدينا هنا سنغافورة بوست، سنغافورة طريقة الشحن يأخذ تقريبا 65 يوم على حسب البلدان. الشحن المجاني طبعا، هنا سويس بوست نفس المدة سوف تأخذ 15 حتى 60 يوم وهو الشحن المجاني طبعا. إذا كان لديكم بريد مدفوع أو صندوق بريد مثلا شوبان شيب أرامكس على ما أظن يمكنكم استخدامه، وهذا الأمر سيأخذ فقط أسبوع لكي تصلكم البضاعة. في الأسفل تجدون مواصفات السلعة، ويرجى وأنا أنصح بشكل كثير مكثف أن تراجعوا مواصفات المنتج قبل الشراء، لأنه قد يكون بعض الأحيان هناك تقليد في بعض المنتجات. هنا تجدون الوصف الخاص بالمنتج، سوف تجدون رابط الساعة في موقع حموصة.com، وتجدون مجموعة من المعلومات الإضافية لكي لا أطيل عليكم الفيديو. طريقة الشراء أو الدفع هي بسيطة جدا، ننقر على باي ناو لكي نقوم بدفع البضاعة، ثمن البضاعة، دفع الفاتورة، وأدد تو كارد. إذا كنتم ترغبون بشراء أكثر من منتج سوف يتم إضافة المنتج إلى سلة المقتنيات، وتستمرون في عملية البحث في الموقع الإكسبرس وتضيفون منتج آخر، وهذا أمر أنا أنصح به بشكل مكثف. لماذا؟ لأنه ما لا يخفى عليكم فالشراء من الإنترنت في المغرب، فكل عملية تقوم بها فيتم اقتطاع تقريبا 20% و10% أي تقريبا 15 درهم. وتخيل معي أنك تقوم بشراء منتج بدولارين ومنتج آخر بدولارين، أي أنه سوف يتم اقتطاع 15 درهم المرة الأولى و15 درهم المرة الثانية، وهذا على ما أظن تبذير المال. فأنا أنصح أن يتم إضافة المنتج إلى سلة المقتنيات ومنتج آخر أيضا ودفعه مرة واحدة، وهنا سيتم اقتطاع تقريبا 20 درهم حتى 25 درهم، وهذا أمر جيد. نلتقي بعد قليل لكي نقوم بدفع الفاتورة، لأننا سوف نبحث عن منتجات أخرى لنقوم بشرائها. ابقوا معنا، سوف نلتقي بعد قليل. بعد إضافة المقتنيات أو المنتجات إلى سلة المقتنيات سوف تنبثق لنا الصفحة، هذا هو الشكل الخاص بها، فيها مجموع المقتنيات التي نرغب بشرائها، وفيها أيضا أثمنة المنتجات بالإضافة إلى الشحن. الثمن الإجمالي هو $68.25 مع بضع دولارات كمصاريف الشحن،
مصاريف الشحن يمكنكم التخلص منها إذا بحثتم جيدا في موقع الإكسبريس، سوف تجدون مجموعة من المتجدات الشحن المجاني. بعض المنتجات قبلنا بأن ندفع بضع دولارات كمصاريف الشحن، وذلك لأنه المنتج بحد ذاته كان عليه تخفيض، وسوف نغتنم الفرصة بكي ندفع الفاتورة. ننقر على باي اول لكي ننتقل إلى المرحلة المقبلة. هذه المرحلة فيها إلى أين سوف تشحن هذه البضائع. بما أنه لدينا عنوان واحد فقط في الإكسبريس، سوف يشحن إليه بشكل أوتوماتيك وبشكل افتراضي. سوف تجدون هنا مجموعة من المربعات أو مجموعة من الخانات فيها فراغ يمكنكم استخدامه كطريقة للتواصل مع البائع وكتابة المقاس الخاص بملابسكم. بعض المنتجات لا يتيح لكم البائع تحديد اللون أو النموذج أو النوع الخاص بالبضاعة، فيمكنكم هنا كتابة الأمر أو الملاحظة التي ترغبون بأن يحترمها البائع. وننقر على Place Order لكي ننتقل إلى المرحلة المقبلة وهي مرحلة الدفع. بشكل أوتوماتيكي فعلي إكسبريس سوف يعطينا مجموعة من طرق الدفع، فمثلا هناك Western Union، هناك الفيزا ماستر كارد، هناك بعض الطرق الأخرى. في هذه اللحظة سوف يتم إرسال إشعار إلى كل الباعة بأنه يجب تجهيز البضاعة، لكن لن يتم الشروع في إرسال البضاعة إلا بعد دفع الفاتورة. كما قلت مسبقا لدينا فيزا ماستر كارد، لدينا كيوي ووليت، وأيضا بعض الطرق الأخرى، إلا أنه للأسف لا أعرف لماذا لكن البايبال الإكسبريس لا يدعم البايبال، لكن هناك خاصية اسمها ماني باك جارانتي. الإكسبريس وفر لكم ضمان 60 يوم إذ لم يتم إرسال البضاعة إليكم، وهذه الخاصية على ما أظن كافية جدا. نحن سوف نشتغل بالفيزا، سوف نقوم بتعبئة هذا نقوم بتحديد أي بطاقة لدينا، نقوم بكتابة شهر انتهاء الصلاحية كذلك السنة، ونقوم بكتابة Security Code أو الرمز السري خاص بطاقة، وكذلك الاسم على البطاقة لصاحب البطاقة، وكذلك اللقب أو اسم العائلي. بعد تعبئة هذه البيانات ننقر على Pay Now ودفع الآن لكي ندفع أو يتم اقتطاع الفاتورة أو المبلغ من خاص بالبطاقة الخاصة بنا. هكذا لقد تم دفع الفاتورة. سوف نتوجه إلى البريد الإلكتروني لكي نحصل على الريسيبت أو الفاتورة أو الإيصال إن صح التعبير لكي نحتفظ به في حالة ما حدث مشكل. يجب علينا العودة إلى الحساب الخاص بنا وتفقد المنتجات التي قمنا بشرائها وماي أوردرز أو ماي أوردرز. علي إكسبريس سوف يرسل المنتجات أو البائع سوف يرسل المنتجات، ذلك يختلف من بائع لآخر، فبعض البائع يرسلون المنتجات في خضم يومين أو 3 أيام، ولا هناك بعض البائع يرسلونها في خضم 7 أيام. فهذه العملية يعني ترتبط بحسب بعض المواسم وبعض حسب البائع لآخر. إذا في حالة ما نسيتم أن تطلبوا من البائع شيء معين أو لم ترسله المقاس الخاص بكم، فيمكنكم القيام بذلك بكتابة المعلومات أو الرسالة كما يظهر لكم الآن. نحن سوف نقوم بإرسال مجموعة من الملاحظات إلى البائع لكي يلتزم بها، وسوف نلتقي بعد قليل ونلتقي صح التعبير إلى حين أن تصلنا البضاعة التي قمنا بشرائها، وسوف نقوم بتجربتها ونقوم بالتقاط مجموعة من الصور ونعمل لها البوكسينج. نلتقي بعد قليل.